السلام عليكم. صباح الخير، الأخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الأريز، أوكي؟ فده بارت بي من لكتشر 2. فإحنا في بارت A عملنا introduction للtopic، قلنا ليه الأريز مهمة، واتكلمنا على ال one dimensional arrays، خلاص، اللي هي عامله زي ما تكون ليست، يعني زي ما تكون زي ما قلنا consecutive memory locations ورا بعض. فانت عندك memory locations يعني اجزاء من الميموري من الذاكره بتاعتنا الرام، وكلهم جنب بعض، اوكي؟ فكانك عندك خط كده. انا مش عايز استخدم ليست كتير لانه هي عامله زي ما تكون لسته فعليا يعني، بس الفكره انه ليست دي هتبقى يعني في داتا ستراكشر من الداتا ستراكشرز اللي ان شاء الله هتدرسوها بالتفصيل اسمها لينكد ليست، او يعني اختصارا ساعات الناس بتقول ليست يعني. فانا مش عايز ان انتوا تكون يعني يبقى في كونفيوجن ما بين التو تيرمز يعني. بس هي الاري الوان دايمنشن اري فعليا عباره عن زي ما تكون لسته، بس الميموري لوكيشنز كلها جنب بعض لازقه ببعض، اوكي؟ النهارده بقى هنتكلم على المالتي دايمنشنال اريز. لو انت عندك اكتر من دايمنشن، فهي مش كأنها، لو هنتكلم على 2 دايمنشنال اريز اللي هنتكلم عليها النهارده، كأنك عندك ماتريكس، كأنك عندك مصفوفه زي المصفوفه العاديه خالص اللي انتوا درستوها، وكأنك عندك تيبل جدول. فانت عندك اكس وواي، طبعا انت ممكن تعمل اي عدد من الدايمنشنز اللي انت عايزه ثيوريتيكال يعني، خلاص. واكتر من 3 دايمنشن يوجوالي ما بنقدرش نعملها ريبريزنتيشن، ما بنقدرش ان احنا نعملها فيجواليزيشن، نقدر نعبر عنها بالرسم، لان احنا كهيومن بينجز مصممين ان احنا نشوف الحاجه ماكسيمم 3 دي يعني، خلاص. ففي طرق يعني بتستخدم بعد كده بقى عشان تقدر تفيجواليز حاجه مش 3 دي. طيب، فاحنا في بارت A اتكلمنا على البوينتس دي، ففي بارت B هنبدا نتكلم على المالتي دايمنشنال اريز، تحديدا ال 2 دايمنشنال اريز. هنبدا نتكلم على ان احنا مثلا ناخد اكسرسايزز مختلفه، ازاي نقدر نحسب افريج لمثلا ستودنتس، بس ما عندنا بقى ستودنتس مش ليهم، مش ستودنت واحد ليه مجموعه درجات، لا عندنا اكتر من ستودنت ليهم اكتر من درجه، اوكي؟ وازاي نقدر مثلا نحسب لهم الافريج. هنتكلم على passing ال one dimensional او ال two dimensional arrays ل functions بطرق مختلفة، اوكي؟ وهناخد finally هناخد two examples، ماشي؟ طيب، فال two dimensional arrays، imagine ان انت عندك matrix او عندك table او عندك array of arrays، اوكي؟ فانت كانك عندك زي ما شايفين تيبل جدول، كانه شبه الجدول او شبه الماتريكس. طبعا ده 2 دايمنشنال، ده اللي هنركز عليه في الليكتشر دي، اوكي؟ او كانك عندك اري اوف اريز، يعني عندك ده اري وكل واحد منهم عباره عن اري تاني اري تاني اري تاني، او لو عايز تشوفها بالعكس انت عندك اري وكل ده عباره عن اري اري اري، اوكي؟ فدي الفكره يعني في الـ في الـ في 2 دايمنشنال اريز مثلا، اوكي؟ فهنا اكزامبل بسيط، كأنك عندك يعني الاكزامبل بتاعنا، انت عندك بورد، بالبورد الرقعه زي رقعه الشطرنج او اللي بنلعب بيها اي لعبه، بس انت عندك هنا البورد بتاعت التيك تاك تو. التيك تاك تو اللي هو الاكس او، اللي انت عندك 3 في 3، فانت عندك 9 elements، وبنحط اكس او في اي element من الاليمنتس دي. وطبعا اللي بيحط، انتوا عارفين اللعبه، اللي بيحط اكسس او اوز خلاص في رو او في كولوم او بأي دايجونال من الدايجونالز دي بيكسب، ماشي؟ فازاي بتبقى ديكلارد؟ بتبقى ديكلارد بالطريقه دي، بدل ما كان عندك اسم الاري وراه ما بين سكوير براكتس السايز، لان كان عندك رو بس او كان عندك كولوم بس، دلوقتي لا عندك اثنين. ودايما بنبدا بالرو، يعني ده بورد اوف 3 و3، معناه انك عندك 3 روز خلاص، اللي هو 1 2 3، وفي كل رو انت عندك 3 كولومز 1 2 3، فرو كولم رو كولم. تاخدوا بالكم النقطه دي كويس قوي عشان الناس ساعات بتتلخبط، اوكي؟ لو يعني هي زي الماتريكس بالظبط في الماث، خلاص. الماتريسيز دايما بنكتب باي كونفنشن، بنكتب الرو الاول بعد كده الكولم، اوكي؟ عايز تحط فيها داتا نفس اللي عملناه في الوان دايمنشنال اري، اوكي؟ بورد اوف 1 1 ايكوالز او، فبورد اوف 1 1 ايكوالز او، فحط لي هنا او. زي ما انتم شايفين الاندسيز بتبدا من زيرو، فاول رو زيرو، تاني رو 1، تالت رو 2، اول كولم زيرو، تاني كولم 1، تالت كولم
2 اوكي. ف 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 دي الاندسيز بتاعتنا خلاص. فهنا عملنا له ديكلاريشن وهنا حطينا الفاليوز جواه اوكي. طيب ازاي بنأكسس؟ يعني انت هنا حطيت فيه داتا، طب عايز تقرا منه داتا، نفس اللي عملناه بالظبط في الوان دايمنشنال اري، كانه فاريبل عادي خالص. مثلا عايزين دلوقتي نطبع البورد بتاعتنا، البورد بتاعتنا كام؟ 3 في 3. فبدل ما كان عندك لوب واحده بقى عندك 2 لوبس، لان دلوقتي بقى عندك 2 دايمنشنز. طب افرض عندك 3 دايمنشنز، هتبقى محتاج كام لوب؟ كام نستد لوب باي ذا واي؟ اللوبس تبقى نستد يعني جوه بعض اوكي، لانك بتعدي الاول بتعمل لوب تعديك على الروز. طب وانت في اول رو هتبقى محتاج لوب جواها عشان تعدي على كل الكولومز. فانا في رو 0 عايز اعدي على عايز اعدي على كولوم 0 كولوم 1 كولوم 2. بعد كده لما تروح لرو 1 عايز تعدي على كولوم 0 كولوم 1 كولوم 2. طب لو هتروح لرو 2 عايز تعدي على كولوم 0 كولوم 1 كولوم 2 اوكي. فنستد لوبس جوا بعض. لو انت عندك 3 دايمنشنال اري، يعني الاري بتاعك عباره عن 3 دايمنشنز، كانك بتقول اكس واي زد، كانه كيوب، كأنه مكعب، يبقى انت محتاج كام لوب؟ 3 نستد جوه بعض، لوب للاكس، لوب للواي، لوب للزد. طب افرض انت عندك 4 دايمنشنال اري، يبقى انت محتاج 4 لوبس. 5 دايمنشنال اري، يبقى انت محتاج 5 لوبس نستد جوه بعض اوكي. فاحنا بس النهارده هنركز على 2 دايمنشنال اريز، وممكن قدام ناخد اكزامبلز على 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 اريز دايمنشنز بتاعتها اكبر من كده. سوري ماشي. ف زي ما انتم شايفين عندنا 2 نستد لوبس خلاص، واحد بالكاونتر بتاعه اي، ثاني كاونتر بتاعه جي. زي ما قلنا دايما بيبدا من زيرو، دايما الكونديشن بتاعنا هو اصغر من السايز، لان احنا بنقف قبل السايز بواحد. يعني لو السايز بتاعك ان بتاع روز هتبقى ان ماينس 1، السايز بتاعك ام بتاع الكولومز يبقى ام ماينس 1، بتقف عند ام ماينس 1 لانك بتبدا 0 1 2 فبتقف قبل ال 3، 0 1 2 فبتقف قبل ال 3 ماشي. وهنطبع print f، اطبع لي الكاركتر. طبعا انا هنا عامله 2 dimensional array of characters، لانك بتحط هنا characters بتعامل مع الx والo لان هي characters ماشي. فاطبع لي الفاليو عند الرو ده والكولوم ده، فتطبع الاول الاي هتبقى ب 0، فتطبع 0 والجي هتبقى من 0 ل 2، هتطبع 0 0 0 1 0 2، فكده طبعت اول رو. بعدين لما طبعت اول رو اعمل لي نيو لاين، انزل سطر جديد وزودي الاي بواحد، فكده اتنقلت على تاني رو اللي هو رو 1. بعد كده عديل على الكولومز كلها فتبقى 1 0 1 1 1 2، فكده طبعت تاني رو. بعد كده اعمل لي نيو لاين، انزل سطر جديد واطبع لي تالت رو اللي هو الاي بتساوي 2، ف 2 0 2 1 2 2 اوكي. فانت كده طبعت الثلاثه روز بتوع ال 2 دايمنشنال اري بتاعك. هتطبع x مثلا space x، بعد كده space o space، بعد كده o space space مثلا ماشي. فهنا مثلا 2 dimension array اسمه a وفي 3 rows و 4 columns، زي ما قلنا رو 0 رو 1 رو 2 كولوم 0 كولوم 1 كولوم 2 كولوم 3 اوكي. الانديسيز بتاعتهم هتبقى a of 0 0 a of 0 1 a of 0 2 a of 0 3 and so on 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 بس that's it ماشي. فال 2 dimension array كانك بالظبط عندك اكتر من array محطوطين جنب بعض. فمثلا لو قلت عندنا number of rows 3 والnumber of columns 7 وعرفت array من number of rows number of columns، فانت كانك عندك ثلاثة أريز لازقين في بعض أوكي. كل واحد الثلاثة أريز دول كل واحد فيه سبعة كولومز من 0 ل 6 أوكي. ولو عايز تأكسس element معين، عايز مثلا تأكسس الفاليو الثالثة في الكولوم السادس أوكي، فين الكولوم السادس؟ اللي هو نمبر 5. خدوا بالكم الكولوم السادس واحنا بنبدأ من 0، يبقى اللي هو الاندكس بتاعه كام؟ 5. 0 1 2 3 4 5 اللي هو اول كولوم، تاني كولوم، تالت كولوم، رابع كولوم، خامس كولوم، سادس كولوم اوكي. الفاليو التالتة فيه اوكي، ف 1 2 3 اهي اوكي. ف 2 5 هتجيب لك الفاليو التالتة في الكولوم السادس ماشي. طيب
وزي ما قلنا ال1 دايمنشنال اري بيبقى بروسيسد فيا لوب واحده، بلوب واحده بس، فور لوب واحده بس. ال2 دايمنشنال بقيت محتاج تو نستد لوبس زي ما شفنا في الاكزامبل. فانت مثلا ده 1 دايمنشنال اري عايز تعدي عليه، فانت محتاج لوب واحده عشان تعدي عليه. اوكي، نمبر اوف كولومز هنا 7 مثلا، عندك 7 كولومز اهو لو احنا شايفينه يعني هوريزونتالي. لو انت شايفه فيرتيكالي هيبقى عندك ال روز 7 روز يعني زي ما تشوفوا. خلاص، ف عرفنا الاري بتاعنا، بعد كده انت محتاج لوب واحده بس عشان تعدي عليه. ف كول اللي هي مثلا اي او جي سميها زي ما تسميها، خلاص بتبدا من 0 طول ما هي اصغر من 7 زودها بواحد وعدي على الاري بكل الكومز بتاعته وخليها بتساوي 0. فانا كده صفرت الاري بتاعي كله. اوكي، وزي ما قلت لكم احنا بنزود لوب لكل دايمنشن. اوكي، فلو انت عندك 2 دايمنشنال اريز يبقى انت محتاج 2 لوبس، 3 دايمنشنال اريز محتاج 3 نستد لوبس، 4 دايمنشنال اريز محتاج 4 نستد لوبس، 10 دايمنشنال اريز انت محتاج 10 نستد لوبس. اوكي، هنا اكزامبل عايز تصفر اري بيتكون من 3 روز و7 كولومز. فانت الاول هتعمل لوب عشان تعدي على كل الروز اللي هي دي، جواها جوه كل رو انت محتاج تعدي على كل الكولومز. فجوه كل يعني جوه النستد لوب دي، جوه اللوب دي سوري، هتعمل لوب تانية عشان مع اول رو تعدي على كل الكولومز، مع تاني رو هتعدي على كل الكولومز، مع تالت رو هتعدي على كل الكولومز. اوكي، وتبدا تقول اري اوف رو وكولوم ايكوالز تو زيرو. فانت كده عديت على ال 2 دايمنشنال اري بتاعك وصفرت الفاليوز اللي فيه كلها، خليتها كلها initialized تو زيرو. اوكي، ال 1 دايمنشنال اري احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ات كان بي initialized while declared. وانت بتعمله declaration ممكن تعمله initialization باي قيم انت عايزها، ويوجوالي احنا بننشلايز الحاجات بصفار يوجوالي يعني. فممكن تقوم قايل انت اري اوف 7، فانت كده عندك اري اسمه اري خلاص في 7 values، والانيشال values بتاعته كده 0 1 2 3 4 5 6 خلاص، اللي هم 7 بتوعك بادين من الاندكس 0 وكلهم كام صفار. فاراي اوف 0 ب 0، اراي اوف 1 ب 0، اراي اوف 2 ب 0، اراي اوف 6 ب 0. ماشي، طيب لو انت عندك بقى 2 dimensional arrays بتبقى انيشالايز بالطريقه دي. لو انت عايز تعمله انيشالايزيشن وانت بتديكلير الاري، فانت اراي اوف 3 و7 انت عندك 3 rows 7 columns. اوكي، بتبدا تحطهم رو رو. فبدل ما كان عندك كيرلي بريسز واحده، لا بقى عندك كيرلي بريسز كبيره جواها بقى كيرلي بريسز فيها الفاليوز بتاعت اول رو، بعد كده كوما، بعد كده كيرلي بريسز ثانيه فيها ال7 فاليوز بتوع ثاني رو، وبعد كده كوما، بعد كده كيرلي بريسز ثالثه فيها ال7 فاليوز بتوع ثالث رو. فانت كده عندك اول رو، ثاني رو، ثالث رو. لو انت عايز تصفرهم طبعا كلهم بصفار، لو انت سوري عايز تانيشلايز تعملهم انيشلايزيشن كلهم بصفار بزيروز، ف بتحطهم كلهم بزيروز. عايز تحط اي فاليوز ثانيه بتحط الفاليوز اللي تعجبك. ماشي، فدي الطريقه اللي انت اللي احنا بننيشلايز بيها ال 2 دايمنشنال اريز واحنا بنعمل لها ديكلاريشن. اوكي، طبعا بتديفاين ال 2 دايمنشنال اريز بالطريقه دي زي ما شفنا، انت جريدز اوف 3 و6. فانت هنا عندك array اسمه grades، الفاليوز بتاعته كلها اوف تايب انتجر، واحنا قلنا ان الاريز كداتا ستراكشرز كل الفاليوز اللي فيها تبقى من نفس النوع، ما ينفعش يبقى عندك ميكست تايبس داتا تايبس في الاري بتاعك. فما ينفعش يبقى انتجر على فلوت على كاركترز، لا هو كله انتجرز كله كاركترز. قدام هناخد طريقه ثانيه ممكن نعرف بيها اريز فيها ميكست تايبس، فهنشوف ازاي يعني لما ناخد حاجه اسمها struct مثلا اللي هي structure يعني. ماشي، طيب لو انت عرفت اري اسمه grades of type integer والسايز بتاعه 3 rows و6 columns، يبقى الميموري اللي هو السايز اوف ذا ميموري اللي هو واخدها كام. ماشي، فاحنا شفنا اكزامبل في بارت اي، انت عندك 3 by 6 فانت عندك 18 elements، عندك 18 positions خلاص او 18 variables جوه الاري ده، وكل واحد فيهم عباره عن ايه؟ انتجر، والانتجر كام بايت؟ 4 بايتس. ف 4 multiplied by 3 multiplied by 6 يبقى انت عندك ايه؟ 72 بايتس. في بقى بيلت ان فانكشن اوبريتور موجود في السي وسي بلس بلس اسمه سايز اوف، فانكشن جاهزه لما تبعت لها اي فاريبل بما فيها الاريز
بترجع لك السايز بتاعه في الميموري كام. فلو انت بعت لها هنا فاريبل متعرف ان هو كاركتر هيرجع لك 1 بايت، لو انت بعت لها هنا فاريبل متعرف على ان هو انتجر هترجع لك 4 بايتس او 4 يعني، لو انت بعت لها فاريبل متعرف على ان هو بوليان هترجع لك 1 بايت. اوكي، لو انت بعت لها جريدز اللي هو اري اوف انتجر السايز بتاعه 3 باي 6 هترجع لك كام؟ 72. 4 بايتس مضروبه في 3 روز مضروبه في 6 كولومز. ليه 4 بايتس؟ لان الانتجر يوجوالي السايز بتاعه ايه؟ 4 زي ما قلنا على معظم بمعظم السيتنجز يعني في معظم الاركيتكتشرز اللي موجوده. ماشي؟ طيب تعالوا نشوف ان اكسرسايز. دلوقتي عايزين نحسب الافريج خلاص، بس الافريج بتاعتنا لجريدز لمجموعه من الستودنتس، مش عندنا ستودنت واحد بس زي ما خدنا في بارت اي من لكتشر 2. فاحنا هنفترض ان احنا عندنا 3 ستودنتس، كل ستودنت ليه 6 جريدز. فانت عندك ذا فيرست ستودنت الجريدز بتاعته اهم، درجاته مثلا في 6 مواد، السكند ستودنت دي درجاته في 6 مواد في نفس الست مواد طبعا درجات ثانيه، والثيرد ستودنت دي درجاته. خلاص انت عايز دلوقتي تحسب الافريج بتاعت الجريدز لكل ستودنت، يعني متوسط درجات الطالب الاول، متوسط درجات الطالب الثاني، متوسط درجات الطالب الثالث، وطبعا نعمل لها برنت. اوكي، فبما انك عندك 3 ستودنتس، كل ستودنت ليه 6 سبجكتس او 6 موديولز زي ما ساعات بنسميها. اوكي، فانت محتاج 2 دايمنشنال اري. خلاص الاري ده هيتكون من 3 روز، رو لكل ستودنت زي ما شايفين بالازرق، و6 كولمز، كولم لكل سبجكت او لكل موديول زي ما شايفين بالايه بالاحمر. ماشي. اوكي سوري. ف ده درجات اول طالب، درجات تاني طالب، درجات تالت طالب، دي درجات اول ماده، تاني ماده، تالت ماده، سادس ماده. اوكي فببساطة شديدة طبعا هفترض ان الدرجات موجودة عندي من الاول، فهندخلها واحنا بنعمل initialization للاري. بس انت طبعا ممكن تعمل لوب زي اللوب اللي بنطبع بيها او بنحسب بيها الافريج، تقرا الدرجات دي من اليوزر، يعني اليوزر يدخل لك درجات اول طالب، ثاني طالب، ثالث طالب. It's easy يعني. خلاص ف هنعرف الاري بتاعنا طبعا array of integers، لان الدرجات كلها ما فيهاش كسور تعتبر integers. لو فيها كسور هتعرفه على ان هو فلوت او دبل. 3 باي 6 زي ما قلنا 3 ستودنتس 6 كورسز او 6 موديولز. اوكي، عملت لها انيشاليزيشن، دي درجات اول طالب، اول رو 6، ثاني رو، ثالث رو. خلاص بعدين عملت لوب عشان احسب الافريج. فانا الاول هعدي على كل طالب، فهعدي على كل رو. ماشي، ففور اي ايكوال تو 0 اي اصغر من 3 هن initialize السم بتاعنا بزيرو، كل مره طالب جديد فلازم يبقى السم بزيرو، وكل مره افريج جديد لانك بتحسب الافريج لكل طالب. اوكي، فبتعرف الافريج بتاعك. بعد كده تعمل لوب عشان تعدي على الكولمز اللي هم المواد بتوع الطالب اللي انت اخترته، طالب زيرو او طالب 1 او طالب 2. ماشي، هتعدي على الست مواد، وزي ما حسبنا الافريج قبل كده في بارت A، sum equals to sum plus grades of I و J. فI ده اللي هو الطالب اللي هو 0 أو 1 أو 2، وJ اللي هو المادة اللي هي من 0 to 5 أقل من 6. أوكي، أنت قاعد بتجمع في سم، بتجمع في سم، بتجمع في سم. فسم أول مرة هتبقى ب 0 زائد أول جريد اللي هي 73، فسم بقى فيها كام؟ 73. بعد كده تاني مع تاني مادة سم هيبقى فيها 73 بلس 35 وهيتحطوا في سم. مع تالت مادة هتبقى 63 زائد سم اللي هي كان فيها 73 بلس 35 وهيتحطوا كلهم فين؟ في سم. فسم بقى فيها المجموع التلات مواد دول اند سو اون. فانت قاعد بتجمع في سم، بتجمع في سم، بتجمع في سم، سم بقى فيها مجموع اول رو، بعدين هتقسمه على 6 اللي هو عدد المواد اللي عندك. فكده ده بقى الافريج بتاع اول طالب. والديسبلاي ذا افريج اوف ذا جريدز فور ستودنت اي، او زي ما قلنا عشان شكلها اظرف تبقى اي بلس 1. اوكي، لانك بدل ما تقول دي افريج اوف ذا جريدز فور ذا ستودنت 0 ملهاش معنى ستودنت 0، يعني الناس عاده زي ما قلت لك احنا بس كديفلوبرز اللي بنبدا نعد من 0 يوجوالي، عشان بنتعامل مع سي وسي بلس بلس ولانجوجز ثانيه بتبدا الاندكس بتاعها من 0، بس الناس الطبيعيه مش احنا يعني بيبداوا يعدوا من 1. اوكي، فعشان بس يبقى يعني الانترفيس بتاعك او الاوتبوت بتاعك يعني فريندلي اكتر، ف
بنقول بنطلع له مسج دي افريج اوف ذا جريدز فور ذا ستودنت 1 اللي هي اي بلس 1 يعني، ونقوم حاطين له الافريج. وبعد كده نطلع تاني اي هتبقى بكام؟ ب1 اللي هو تاني ستودنت اللي هو ستودنت 2. ماشي، هنحسب نفس الموضوع، هنصفر السم، انشالايز السم بزيرو، نعرف الافريج، نعدي على كل المواد، نجمع الدرجات دي كلها في سم، نقسم على 6، نقول له the average of the grades for student i plus 1 اللي هو 2 is، ونعرض له الافريج. اوكي، وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده اكتر من مره انه السم متعرف على ان هي انتجر، 6 عباره عن انتجر، فلو قسمت انتجر على انتجر وفي كسر هيروح، فانت لازم تحول واحد فيهم لفلوت او دبل، فاما تكتب دي 6.0 لو انت عايز، او تعمل كاستنج لسم، يعني تقوم كاتب فلوت قبل سم، فانت هنا كانك بتقول له سم انتجر وهتفضل انتجر في الميموري، بس في اللحظه دي بس اتعامل مع قيمتها الفلوت، يعني بدل ما جواها مثلا رقم انتجر لا يبقى رقم ده فلوت في اللحظه دي بس. فلما تقسم فلوت على انتجر هيتعامل الكومبايلر مع المعادله كلها على ان هي ايه؟ فلوت، فيحط لك الكسر في الافريج. اوكي؟ واحنا اتكلمنا طبعا على الكاستنج بالتفصيل في كورس الانترودكشن تو كمبيوتر ساينس. خلاص؟ طيب ازاي نبعت الاري بتاعنا لفانكشن؟ اوكي؟ احنا خدنا في ال1 دايمنشنال اريز ازاي بنبعتها للفانكشنز. اوكي، فانت مثلا هنا احنا عاملين فانكشن بتجيب لك الماكسيمم، لو انت عندك اري بتجيب لك الماكسيمم فاليو اللي فيه، يعني مثلا عندك اري فيه مثلا 10 ارقام بتبدا تعدي عليه وتشوف الماكسيمم. طب ازاي بتجيب الماكسيمم؟ بتعمل فاليو فاريبل اسمه ماكس، وعاده بتصفره بتنيشاليزه، سوري، بتدي له انيشال فاليو برقم صغير قوي، اظهر رقم انت متوقعه عندك. فلو انا بدخل ارقام كلها بوزيتيف فاظهر رقم هيبقى كام؟ زيرو. بعدين بتعمل، لانك ده وان دايمنشنال اري، بتعمل لوب واحده وبتعدي على كل الاليمنتس بتاعت الاري. لو الماكس ده اصغر من اي اليمنت انت قابلتها خلي ماكس بيساوي الاليمنت دي بس، فهو لوب وجواه اف ستيتمنت، في الاخر ماكس هيبقى فيها اكبر قيمه هو لقاها وبترتيرن الماكس، فدي الفانكشن اللي اسمها جيت ماكس. اوكي، فطبعا جيت ماكس لو هي وان دايمنشنال اري بتبعت لها ايه؟ زي ما شفنا في بارت اي بتبعت لها الاري وبتبعت لها السايز بتاع الاري. لو السايز ده مش جلوبالي ديكلايرد، لو السايز ده مش متعرف جلوبالي بهاش ديفاين مثلا او بكونستنت انتجر، كونستنت انتجر سوري، انت معرفه جلوبالي خلاص فانت بتبعته. فانت هنا جوه المين عرفت الاري بتاعك، ليتس سي جوه قيمتين بس. اوكي، و عملت لوب قريت القيمتين دول من اليوزر، وبعد كده ناديت على الفانكشن جيت ماكس وبعت لها الاري وبعت لها السايز بتاعه اند ذاتس ات. طيب لو انت عندك بقى 2 دايمنشنال اريز هتعمل ايه؟ 2 دايمنشنال اري قصدي. طبعا عشان تجيب الماكس بدل ما كان عندك لوب واحده بقى عندك 2 لوبس، بتعدي على الروز كلها وبتعدي على الكولمز كلها، وفاريبل اللي احنا مسمينه ماكس انيشاليز برضه بزيرو، وبتبدا بقى تقارن. لو ماكس ده اصغر من اي قيمه من قيم الاري ده انت بتعدي على الاري كله خلاص، لو ماكس اللي هي اصغر من اي قيمه من القيم اللي انت قابلتها خلي ماكس بتساوي القيمه دي وكمل، قابلت قيمه تانية اكبر من ماكس طيب حط القيمه دي في ماكس وكمل، ففي الاخر ماكس هيبقى بيساوي اكبر قيمه هو لقاها في الاري 1 دي بقى 2 دي 3 دي على حسب زي ما انتوا عايزين. اوكي طيب، فبنبعت الاري ازاي؟ لما بديكلير الفانكشن خلاص الهيدر بتاع الفانكشن بيبقى فيه طبعا اسم الاري فولود باي 2 سكوير براكتس، لانك عندك 2 دايمنشنال اري، لازم خلاص الدايمنشن الثاني يبقى فيه فاليو، لازم لو شلت الفاليو دي الكومبايلر هيطلع لك ايرور. الفيرست دايمنشن مفيش مشكله انك تسيبه فاضي وتبعته لو انت عايز، بس السكند دايمنشن لازم بيبقى فيه فاليو. اوكي، انا هنا مثلا عرفت اري، انا هنا قلت اخليها جلوبال فعرفت كونستنت انتجر سي بيساوي 4، واستخدمت لانه جلوبال فانت بتستخدم السي هنا وبتستخدم السي هنا عادي خالص، لان هي متشافه كفاليو في الـ في الـ في البروجرام كله خلاص. جوه المين عرفت تو عرفت اري الفيرست دايمنشن بتاعه 3، السكند دايمنشن بتاعه سي اللي هي ب 4، بعد كده قريت الفاليوز بتاعتها من اليوزر بتو بنستد لوبس جوه بعض تو نستد لوبس خلاص، وبعدين بعتها للفانكشن. فلان انت عندك الدايمنشن ده اوريدي موجود فانت مش محتاج تبعته،
فالفانكشن بتاعتي برضو بتاخد تو فاليوز، الاري باسمه عادي خالص زي ما كانك بتبعت وان دايمنشن الاري مش فارقه، بتبعت اسمه والفيرست دايمنشن اللي هو ار بعته برضو. اوكي، في بقى طرق مختلفه جدا ممكن تعمل بيها الكلام ده. ممكن مثلا تعرف التو دايمنشنز جلوبالي، فكونستنت انت سي ايكوالز 4 وكونستنت انت ار ايكوالز 3، وفي الحاله دي انت تبعت الفانكشن ايه؟ الاري بتاعك بس، لان ار والسي متشافين في البروجرام بتاعك كله، وتستخدمهم بقى هنا ار وسي ار وسي ار وسي اند سو اون في كل حته، وانت بتديكلير وانت بتعمل اللوبس اللي بتقرا بيها وانت بتعمل اللوبس اللي انت بتجيب بيها الماكسيمم. خلاص هم variables ليهم قيم ومتشافين في البرنامج كله، فانت مش محتاج لما تنادي على الفانكشن انك تبعت اكتر من الاري بتاعك. وبدل ما بتعرفهم ككونستنت انتجر ممكن تعرفهم بهاش ديفاين، اتس اب تو يو. اوكي، طيب ممكن تبعت الار والسي لو انت عايز، فانت بدل ممكن تبعت اسم الاري ومعاه الروز والكولومز، بس برضو لو عملت الكلام ده لازم هتيجي هنا وتكتب السايز بتاع السكند دايمنشن بتاعك، ولان السي جايه يعني مبعوثه للفانكشن بعد الاري فما ينفعش تستخدم السي هنا، لان السي الفانكشن مش هتشوفها غير هنا، دي قبلها، فما ينفعش تكتب هنا السي الا لو عكستهم، يعني كتبت انت ار انت سي بعد كده انت اري اوف، اوكي سكوير براكتس وسكوير براكتس ثانيه، في الحاله دي بس ممكن تعمل سي زي ما نشوف في السلايد اللي جايه. اوكي، بس تاخدوا بالكم انه لازم السكند دايمنشن يبقى فيه فاليو، لازم السكند دايمنشن يبقى فيه فاليو. اوكي، هنا مثلا بعت الاول الار اللي هو سايز بتاع الروز سايز بتاع الكولمز، وبعد كده بعت الاري بتاعي، فممكن هنا تقوم كاتب سي لانه هو اوريدي عارف الفاليو بتاعتها هنا خلاص. اوكي، واضح الفرق؟ او ممكن يعني تاخدوا الكود ده كوبي وبيست ويعني العبوا فيه غيروا فيه يعني على الكود بلوكس وشوفوا ايه اللي بيحصل. شوفوا ايه اللي هيحصل لما نشيل السي مثلا من هنا او لما نشيل الفور من هنا. اوكي، فدي كلها طرق مختلفه طبعا، ده وان دايمنشن اري، دي كلها طرق مختلفه ممكن تعرف بيها الفانكشن بتاعتك اللي بتستقبل تو دايمنشن اري، وطبعا لما بتابديت في الهيدر بتابديت في الايه؟ في الفانكشن كول. اوكي، فدي الطريقه الثانيه دي ممكن تتعمل بانتجر او تتعمل بهاش ديفاين. اوكي، طريقه ثالثه، طريقه رابعه، فانت عندك لايك خمس ست طرق ممكن تعرف بيها الـ تكتب بيها الـ تعرف بيها الدايمنشنز بتاعت التو دايمنشن اريز بتاعتك وتبعتها للفانكشن بتاعتك. اوكي، وكلهم صح، اتس اب تو يو، فانت لازم تتعرف على كل الحاجات دي عشان تقدر تفهم اي كود انت بتشوفه وتقدر تكتب كود بتاعك بالطريقه اللي تناسبك. اوكي، طيب فسريعا هنريفيو الكي بوينتس بتاعت المالتي سكريبتد اريز او المالتي دايمنشنال اريز، خلاص تحديدا ال2 دي اريز اللي احنا خدناها، وناخد فاينلي تو اكزامبلز. اوكي، فزي ما قلت ال المالتي سكريبتد اريز او المالتي دايمنشنال اريز، اوكي، كانها تيبل، كانها ماتريكس، عندك روز عندك كولمز m by n. اوكي، زي الماتريسيز بالظبط، بتسبيسيفاي الاول الرو وبعد كده بتسبيسيفاي الكولم. لو دي اسمها a ده الاري نيم، ده الرو سبسكريبت، ده الكولم سبسكريبت. خلاص، ده الرو سبسكريبت، ده الكولم سبسكريبت، لازم الرو الاول وبعد كده الكولم. ماشي، طيب بننشلايز ازاي؟ زي ما قلنا لو انت عايز تنشلايز الاري بتاعك ال2 دي اري بتاعك وانت بتديكلير الاري، فبتقوم كاتب مثلا انت بي اوف 2 2 وتدي له اول رو وتاني رو، فاول رو اهو 1 و 2 وبعد كده تالت رو الفاليوز بتاعته 3 و 4. اوكي، وبتجروب بتجروب الروز في البريسز دي، يعني كل رو لازم يبقى متحوط ببريسز، وبعد كده ما بين كل رو والتاني في كوما، وبعد كده بتحط بريسز لل 2 دي اري كله، للماتريكس كلها. اوكي، لو اي فاليو بتاع رو مش كامل، لو انت مثلا حطيت الرو ده حطيته 1 بس، فكده في فاليو ناقصه، هو اوتوماتيكلي بيملاها بزيرو، فاي فاليوز ناقصه بتتملي بزيروز. ماشي، طيب ازاي بنعمله ريفرنسنج؟ ازاي بنأكسس اليمنت معين؟ زي ما قلنا بتحدد الرو الاول بعد كده الكولم، فانت عايز تطبع فاليو معينه، فبي اوف 0 1 فاول رو تاني كولم. ماشي، ما ينفعش تقول print f percentage db لان b ده مش variable، b ده array،
سواء كان 1 دايمنشن او 2 دايمنشن، ما ينفعش تاكسس الاري باسمه بس، لازم تحط انهي element انت عايز تعمل له accessing، سواء بتطبعه او بتقراه او بتقرا فيه يعني بسكانف. اوكي طيب، تعالوا ناخد example بسيط جدا. عندك 2 matrices وعايز تجمعهم، والماتريسيز بتاعتك هي نفس السايز. فمثلا هنقرا هن input السايز بتاع ال square matrix بتاعتنا، maximum مثلا 5، ما تعديش ال 5. اوكي، وهنقول اليوزر، طبعا هنا اليوزر بيدخل السايز بتاعت الماتريكس بتاعته كام في كام، 2 في 2، 3 في 3، 4 في، بس اخره كام زي ما قلنا 5 في 5. ماشي، بعدين هنقرا الاليمنتس بتاعت اول ماتريكس، فهقول له element of 0 0، element of 0 1، element of 1 0، element of 1 1. طبعا زي ما قلنا لو عايزها تبقى مور يوزر فريندلي ممكن تقول له element of 1 1 1 و 2 2 1 2 2، على اساس ان احنا زي ما قلنا الهيومن بينجز بتتعامل مش باندكس 0، بتتعامل باندكس 1. اوكي اتس اب تو يو يعني. وهنقرا هنقول له برضو input the elements of the second matrix، فيدخل لنا 5 6 7 8 مثلا. بعدين هنطبعهم، هنقول له the first matrix اللي انت دخلتها كانت 1 2 3 4، the second matrix اللي انت دخلتها كانت 5 6 7 8، the addition of the two matrices is 6 8 10 12. طبعا addition عادي انتوا عارفين يعني، نجمع ده مع اللي قصاده، ف 1 plus 5 ب 6، 2 plus 6 ب 8، 3 plus 7 ب 10، و 4 plus 8 بكام؟ ب 12. فالكود انت عندك لوب وهتلاقيها بتتكرر اكتر من مره. انا هنا عرفت مبدئيا الاري بتاعي، عرفت الاري بالماكسيمم سايز بتاعه، مش لازم تعمله كده بس يعني في ناس بتحب تعرف الاول يعني تحجز الاول المساحه كلها وبعد كده تبدا تستخدم جزء صغير منها، اتس اب تو يو يعني. فانا عرفت الاريز بتاعتي، عرفت اري سميته اي ار ار 1 يعني اري 1، وبي ار ار 1 اللي هو الاري الثاني بي، والاري الثالث سي، سي ار ار 1 وات ايفر الاسماء بتاعتكم كلهم 5 في 5 5 في 5 5 في 5. وعرفت اي وجي عشان اللوبس بتاعتي، وان هحط فيه السايز بتاع الاري اللي انت هتقراه من اليوزر. اوكي طبعا ده سامبل من الـ من الـ من الـ من السولوشن، انت ممكن تكتب السولوشن صح بطريقه ثانيه، تاخدوا بالكم انه هيبقى فيه اكتر من سولوشن صح لنفس البروبلم المطلوبه، اتس اب تو يو، المهم انك تنفذها صح وبطريقه طبعا efficient يعني، يعني باستخدام اقل ميموري ممكنه واقل values واقل variables ممكنه. ماشي، هقول اليوزر addition of two matrices input the size of the square matrix maximum 5، فاليوزر يدخل لي n. اوكي هبدا اعدي، هعمل اللوبس بتاعتي for زي ما قلنا نفس اللوب i و j، واخرنا ايه اصغر من n اللي اليوزر دخلها، اللي هي في الحاله دي كانت كام؟ 2 في الاكزامبل ده او في السامبل ده يعني. ماشي، هن display لليوزر مسج element of i و j اللي هي 00011011 وبنقراها من اليوزر، وزي ما قلت لو انتوا عايزينها تبقى يوزر فريندلي اكتر وتبدا من ال1 فممكن تقوم اي الاي بلس 1 جي بلس 1، فتظهر لليوزر ايه 11 12 21 22. هنا قريت الاليمنتس بتاعت اول ماتريكس، هنا قريت الاليمنتس بتاعت تاني ماتريكس بنفس اللوب، بس بدل ما بتقرا في اي ار ار 1 بتقرا في بي ار ار 1. بعد كده انا عايز اطبعهم، فنفس اللوبس بس بدل ما بعمل سكان اف بعمل برينت اف لاي ار ار 1 عشان تطبع له القيم بتاعه ذا فيرست ماتريكس، وبي ار ار 1 عشان تطبع له القيم بتاعه ذا سكند ماتريكس. فانت كده طبعت ايه ده وطبعت ده، بعدين هنجمع الاثنين في ماتريكس هنسميها سي ار ار 1 ونطبعها. جمعنا الاثنين فقلنا سي ار ار 1 اوف اي وجي ايكوالز اي ار ار 1 اوف اي وجي زائد بي ار ار 1 اوف اي وجي، وطبعا الكلام ده محطوط جوه الايه، جوه النستد لوبس بتاعتنا، نفس النستد لوبس. وبعدين نفس اللوب اللي استخدمناها عشان نطبع the first matrix و the second matrix هنستخدمها عشان نطبع ال addition بتاعهم اللي هو the third matrix اللي عندنا. اوكي CRR1 and that's it. فده example بسيط جدا على انك قريت two matrices، طبعتهم لليوزر عشان يتأكد من قيمهم، جمعتهم على بعض في matrix ثالثة وطبعت ال matrix الثالثة. اوكي ف it's very simple. ماشي، وزي ما قلت لكم قبل كده لما تشوفوا problem من البروبلمز دي، يعني انت مثلا هنا شفت البروبلم ديفينيشن ايه اللي مطلوب. اوكي انت عايز تعمل بروجرام بالسي بيطبع تو ماتريسيز والسايز بتاعهم ثابت، سوري بيجمع تو ماتريسيز والسايز بتاعهم ثابت، وده سامبل من الاوتبوت، الاوتبوت المفروض يبقى شكله عامل ازاي، البرنامج بتاعك المفروض يطلع لك ايه، انبوت ذا سايز اوف ذا سكوير ماتريكس ماكسيموم 5، فهو هيدخل فاليو بناء عليها هتقرا الاليمنتس
بتوع التو ماتريسيز، تعمل لهم ديسبلاي وتجمعهم وتعرض الجمع بتاعهم. بس ممكن تقف لحد هنا وتبدأ تمسك ورقة وتبدأ تديزاين البروجرام بتاعك، بانك تكتب السودو كود، ترسم الفلو شارت، وتبدا تكتب الكود، تحاول الديزاين بتاعك ده الكود، وبعدين تبدا تقارن تشوف الاوتبوت طلع شكله عامل ازاي، طلع صح كويس، طلع غلط تحاول تصلحه مره واتنين، فشلت تبدا تشوف الكود شكله عامل ازاي وتقارن اللوجيك. اوكي، عملت حاجه بتطلع نفس الاوتبوت بس مختلفه، مفيش مشكله. اوكي، ممكن يبقى الكود بتاعك افيشنت اكتر، هايل. اوكي، غلطان او الكود بتاعك مش افيشنت زي ده، يعني استخدمت حاجات فاريبلز اكتر بكتير، تبدا تشوف طب انا فكرت غلط فين. اوكي، ما قدرتش تحلها اصلا بعد محاولتين ثلاثه، تبدا تشوف طب انا غلطت في ايه بالظبط. بس انك تقرا الاوتبوت على طول، تقرا سوري الكود يعني او السولوشن على طول، مش هتستفيد اي حاجه. اوكي، ده السيناريو اللي لازم تمشي بيه مع اي بروبلم انت بتحلها. خلاص، حتى لو في عندك اكسرسايزز موجوده اونلاين، حتى لو مثلا بتتفرج على الفيديوز او التسجيلات او السولوشنز اللي التي ايز بينزلوها للشيتس للاكسرسايزز اللي احنا بننزلها. اوكي، عشان تستفيد لازم تحل انت مع نفسك الاول وتغلط، ده الهدف. يعني كل ما تغلط اكتر، كل ما احنا بنديتكت او كل ما انت بتديتكت اكشولي انت ايه اللي فاهمه غلط، ده الهدف. اوكي، وبعدين تبدا تصلح الكونسبت ده في دماغك، ماشي، بانك بتتدرب اكتر. بس ان انت تقرا مش هتستفيد اي حاجه خالص. السولوشنز، انك تقرا السولوشنز مش هتستفيد اي حاجه خالص. جميل. طيب اكزامبل تاني، ده بيجمع ما بين الكونسبت الاريز اللي احنا خدناها في اللكتشر دي وكونسبت الريكيرجن اللي انتوا درستوه قبل كده. خلاص، فانا عايز اعمل سي بروجرام بيطبع لي الاليمنتس بتاعت الاري عادي خالص، بس بيطبعها باستخدام ريكيرسيف فانكشن. فمثلا input the number of elements to be stored. خلاص، انا عامل ماكسيمم 100، ما دخليش اكتر من 100، فهو يدخل لك 6. فالاري بتاعك فيه ايه؟ 6 elements. اوكي، ده 1 dimensional array طبعا زي ما انتم شايفين. هقول له طب دخل لي ال6 elements دول، فيدخل لك elements 0 1 2 3 4 5، فيدخل لك مثلا 2 4 6 8 10 12 مثلا. اوكي، وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزين ممكن تعملوا display لل values دي 1 2 3 4 5 6 عشان تبقى user friendly اكتر. It's up to you. بعدين the elements in the array are 2 4 6 8 10 12، فانا بديسبلاي او بعرض له ال elements اللي هو دخلها. بس الفانكشن بقى اللي عملت برنت مش لوب عاديه، لا ريكيرسيف فانكشن. اوكي، طيب، ف الجزء الاولاني طبيعي خالص، انت هتعرف اري. اوكي، انا عرفت هنا ماكس، ماكس ده عملته بهاش ديفاين، ماكرو الفاليو بتاعته 100. اوكي، هنتكلم على الفانكشن بعدين. جوه المين عرفت اري اوف سايز ماكس و انت ان انتجر اسمه ان، اللي هو السايز بتاع السايز بقى اللي هو هيستخدمه من ماكس ده قد ايه بالظبط، واللي هو سايز بتاع الاري يعني، والاي دي الكاونتر بتاع اللوب بتاعي. خلاص، قلت له اسم البروجرام بتاعي ريكيرجن برنت دي اري اليمنتس، فهو بيطبع الاري اليمنتس باستخدام ريكيرسيف فانكشن. دخل لي ذا نمبر اوف اليمنتس انت اللي انت عايز تخزنها ماكسيموم 100، فهنقرا ان من اليوزر. اوكي، بعدين هقول لليوزر دخل لي الاليمنتس اوف ذا اري، فهنقرا ان اليمنتس وهنحطهم في الاري اللي احنا عرفناه. طبعا انت مش لازم تعمل كده، انت ممكن تعرف يعني ممكن من الاول تقرا ان من اليوزر وتعرف اري اوف سايز ان لو انت عايز يعني. اتس سمبلر. ماشي. بعدين بعد ما قرينا الان اليمنتس من اليوزر، خلاص هقول له ذا اليمنتس اوف ذا اري ار. بعدين بقى هنعمل هنا فانكشن هنسميها array element. الفانكشن دي الهدف ان هي تطبع ال elements بتاعت ال array بس بريكيرجن. اوكي؟ الفانكشن بتاخد ثلاث حاجات زي ما احنا هنشوف دلوقتي. هتاخد ال array بتاعنا 1 dimension array، هتاخد starting point اللي هو النقطه اللي انت انا بطبع انهي element. فانا الاول هطبع اول element في ال array، بعد كده هزود ال starting point وانادي على الفانكشن مره ثانيه، فتطبع ثاني element في ال array، وبعدين ازود ال starting point بتاعتي. اوكي، او ال start او whatever. خلاص، واطبع تاني element في ال array، بعدين اطبع تالت element في ال array، بعدين انادي على function تاني واطبع رابع element في ال array. طب اقف امتى؟
لما البوينت بتاعتي دي تبقى بتساوي اللينث، لما بتبقى بتساوي السايز بتاع الاري نفسه، ساعتها بنقف. اوكي، فانا هبعت له الاري، هبعت له البوزيشن اللي انا هطبعه دلوقتي اللي هو اول element اللي هو 0، وهطبع له وابعت له السايز بتاع الاري نفسه. اوكي، هنشوف دلوقتي الفانكشن شكلها عامل ازاي. طبعا الفانكشن انا ده البروتوتايب بتاعها، احنا قلنا لو انت هتكتب الفانكشن بعد المين لازم تحط البروتوتايب بتاع الفانكشن قبل المين عشان تبقى المين شايفاها. اوكي، والبروتوتايب هو هو الهيدر بتاع الفانكشن بالظبط، لكن بتحط في اخره ايه؟ سيمي كولن. الفانكشن عشان هي بتطبع مش محتاجه ترجع حاجه، فبتريتيرن ايه؟ فويد. اوكي، ودي الفانكشن بتاعتنا فويد. الفانكشن سميتها اري element، خلاص اهي. تاخد ثلاثه بارامترز، الاري نفسه، اللينث بتاع الاري، والفاليو اللي انت بتطبعها حاليا. فبنبدا دايما زي اي ريكيرسيف فانكشن بال البيز كونديشن، خلاص، او الكونديشن انت بتقف عنده. اوكي، فايه الكونديشن اللي بتقف عنده؟ لو الفاليو اللي انت عايز تطبعها اللي انت واقف عندها دلوقتي اكبر من او بتساوي اللينث، يعني انت وصلت لاخر الاري خلاص، وصلت اللينث بتاعه، ريتيرن، ارجع. طيب غير كده اعمل لي ايه؟ اطبع لي الفاليو اللي انت واقف عندها. فبرنت اف اطبع الاري اوف اس تي، ماشي. طيب وبعدين بعد ما طبعته نادي على الفانكشن مره ثانيه بس بالبوزيشن اللي ورا ده. فانت طبعت البوزيشن 0 الاول، يعني اول مره هنادي على الريكيرسيف فانكشن دي. ده الاري، ده البوزيشن اللي هو كانت الفاليو بتاعته ب 0، واللينث اللي هو كان مثلا 6 اللي اليوزر دخله. اوكي، هل 0 اكبر من او بتساوي 6؟ لا. طب اعمل ايه؟ اطبع لي اري اوف 0. طب وبعدين نادي على الفانكشن خلاص بنفس الاري وبنفس اللينث، بنفس الاري وبنفس اللينث اللي هو 6 بس باس تي بلس 1. ف 0 بلس 1 بكام؟ ب 1. فهينادي على الفانكشن مره ثانيه، هل 1 اكبر من او بتساوي 6؟ لا. طب اطبع لي اري اوف كام؟ 1. وبعدين نادي على نفسك مره ثانيه بس بايه؟ باس تي بكام، او الفاليو هنا تبقى بكام؟ 2. فهنا اس تي بقت بتساوي 2. هل 2 اكبر من او بتساوي 6؟ لا. اطبع لي اري اوف 2 اللي هو ثالث قيمه، ونادي على نفسك مره ثانيه بكام؟ ب 3 اللي هو رابع قيمه. اوكي، هيطبع رابع قيمه، هيطبع خامس قيمه، هيطبع سادس قيمه. سادس قيمه اللي هي اس تي بكام؟ ب 5. طيب وبعدين بزود اس تي، اس تي بقت كام؟ 6. واللينث كام؟ 6. فهينادي على نفسه مره ثانيه، اوكي، بنفس الاري، اس تي بتساوي 6 واللينث بيساوي 6. هل اس تي اكبر من او بتساوي لينث؟ هل 6 اكبر من او بتساوي 6؟ يس. طب اعمل ايه؟ ريتيرن. خلاص، فانت كده كنت طبعت الاليمنتس من 0 ل 5 اللي هم ال 6 اليمنتس بتوعك، واول ما اس تي بقت بتساوي 6 كسرت الريكيرجن بتاعك وابتديت تعمل ريتيرن 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 لحد ما ريتيرن لايه؟ للمين. بس. وفاينلي ريتيرن 0. فده اكزامبل على فانكشن بتطبع الاليمنتس بتاعت ال 1 دي اري باستخدام الريكيرجن. ماشي؟ بس and that's it for today. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا اللي احنا قلناه في بارت 2 من لكتشر بارت بي من لكتشر 2. خلاص، فاحنا في لكتشر 2 عملنا انتروداكشن للتوبيك بتاع الاريز، اتكلمنا على ال 1 دي اريز، اتكلمنا على ال 2 دي اريز اللي هو كاكزامبل من المالتي دايمنشنال اريز، واتكلمنا على ال كونستنت، عملنا انتروداكشن بسيط للكونستنت. اوكي، ازاي تعرف كونستنت فاريبل، وكلمنا على البري بروسيسور دايركتيف اللي هو هاش ديفاين اللي بنعرف بيه ماكرو او بنعرف بيه ايدنتيفاير قيمته ثابته في خلال البرنامج كله. ماشي، اتمنى انكم تكونوا فهمتوا اللي احنا قلناه، واشوفكم ان شاء الله في لكتشر 3. اوكي، شكرا، مع السلامه.